أما سؤالك عن أثر علي رضي الله عنه، سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا الرسم، ومن الإسلام للإسم يقسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة، خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا عند البيهقي في الشعب والديلمي في مسنده، ولكن لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: وجملة القول أن هذا الحديث بهذه الطرق الثلاث يظل على وهائه لشدة ضعفها، وإن كان معناه يكاد المسلم أن يلمسه أو يلمس بعضه في واقع العالم الإسلامي. والله المستعان.